مساء الخير، النهاردة جاية لكم بوصفة حلوة جدا برضو للتجاعيد، بذور فعلا سحرية ضد الشيخوخة، بتزيل التجاعيد حول العين والجبهة والرقبة. بجد يعني هتجيب نتيجة هايلة. معانا بذور الكتان. بذور الكتان طبعا من الحاجات المفيدة جدا للبشرة لإزالة التجاعيد، بتحارب علامات الشيخوخة، بتقضي على الخطوط الدقيقة. هناخد معلقتين من بذور الكتان، هنحطهم في أي حلة بتتحط عندك على النار، وهنحط عليهم كوباية مية، هنرفعهم على النار لمدة 10 دقايق لحد ما الوصفة تبتدي تغلي معايا. اول ما تبتدي تغلي كده هتتقل وهتطلع لنا الجل اللي احنا عايزينه، جل بذور الكتان. اول ما تبتدي تغلي معايا طبعا احنا حطينا على نار خفيفة خالص، غليت معايا ابتديت ان انا اشيلها من على النار. هبتدي ان انا اجيب اي بولة عندك واي مصفى وابتدي ان انا اصفي الخليط بتاعي ده. بذور الكتان بتحارب التجاعيد وبتقلل من ظهورها كمان، فبجد الجل ده حلو جدا. هنصفيه دي كانت اول خطوة معايا. هنركن بذور الكتان على جنب وهنشوف هنعمل ايه تاني. المكون التاني بتاعي المكون حلو جدا، الموز. الموز طبعا بيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة. هناخد نص موزة هنقطعها قطع صغيرة وابتدي ان انا اهرسها بأي شوكة عندك. طبعا الموز بيجدد خلايا البشرة الميتة. هعرسها كويس جدا، بيقلل كمان من التجاعيد والخطوط الدقيقة. بعد ما هرسنا نص الموزة هنبتدي نحط عليها معلقة من زيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند، يعني اي زيت منهم طبعا حلو للبشرة وهيغني عن اللي متواجد عندك. تحط عليهم معلقة او معلقة ونص زي ما انت حابة، يعني كل ما تزودي مفيش مشكلة. زيت اللوز الحلو حلو جدا للبشرة وللتجاعيد، بيقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة. هنبتدي ان احنا نهرس المكونات دي مع بعض، هنقلبهم كويس اول. بعد ما قلبتهم كويس اوي مع بعض، الموز وزيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند زي ما قلت، هنبتدي ان احنا نشوف الخطوة اللي بعد كده. طبعا معانا جل بذور الكتان، هاخد منه معلقتين. زي ما قلنا الجل ده بيمنع التجاعيد وبيحد من ظهورها. هنبتدي ان احنا نضربهم، هنهرسهم بالشوكة كويس جدا، وبعدين لو عندك هاند بلندر اضربيهم بالهاند بلندر او في الخلاط. طبعا الكريم ده بقى هنطبقه ازاي على بشرتنا. لو عندك اي برطمان قديم هتحطي فيه او علبة كريم قديمة، هفضي فيه الكريم بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط. هتطبقي الخليط على بشرتك، على وجهك، على الرقبة، على الجبهة، كمان هتطبقيه على التجاعيد اللي حوالين العين. هتسيبيه على بشرتك لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هتبتدي ان انت تغسليه بالمية الدافية وبعدين المية الباردة. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، واكون يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها.